عيد ميلاد محمد كان امبارح صح؟ كان امبارح اه. تم قد ايه؟ سنة. غير ايه محمد في حياتك؟ يعني لو قلت لك من اول يوم ولو قلت لك بعد سنة حاجات كتير جدا. ايه مثلا؟ اول حاجة الارتباط العائلي، اكون معاك صريح، الارتباط العائلي، اصراري في الحياة، اداني شباب او 10 سنين رجعت فيهم لورا. انت لسه شباب يا شباب؟ والله بتكلم معاك بجد يا احمد، حاسس ان انا رجعت 10 سنين لورا. ليه؟ لانه بقى اداني دافع في حياتي ان انا عايز سكسس اكتر، عايز نجاح اكتر في حياتي. بقى عندي باور من جوايا ان انا عايز اعمل كل حاجه كويسه وهيلثي ليا عشان اقدر اكمل معاه الايام اللي جايه دي، اكون فرحان بيا في كل حاجه انا بعملها. هو عارفك طبعا ما بتناديله. حماده يعني هو ليه يعني كاركتر معينه كده، فانا حاولت اتلاعب معاه في الكاركتر بتاعه لحد ما وصلت معاه لشخصيه نكون متقاربين فيها مع بعض وبتفهموا بعض. والله يعني لحد ما كويس الحمد لله. طب يمكن بعدي عنه كتير، يعني شغلي وسفري والحاجات دي، فلما بقرب كتير جدا، فهو مشتاق للحته دي يعني. فخطوه الجواز يعني انت اتجوزت من سنتين تقريبا او سنه لا دلوقتي سنتين ونص تقريبا. مظبوط. زميلتنا المذيعه دينا. نعم. الموضوع جه ازاي؟ يعني انت ما عملتش فرح؟ احنا اتخضينا، عملت حاجه اصدقاء بس، كان انت كلمتني ساعتها لما عرفت الموضوع كلمتك. مظبوط. قلت لك هو بجد الكلام ده يا سامو؟ وكلمت دينا، هو بجد الكلام ده يا دينا؟ فايه اللي عمل كده بسرعه؟ يعني اول مره اتكلم انا على الموضوع ده اصلا يعني. انا كنت في احد الكافيهات بسلم على صديقه اللي هي مذيعه، فكانت قاعده معاها دينا، فاول ما شفتها انا ما كنتش لسه اعرف دينا ولا سلمت حتى عليها، قلت لها دي مراتي. فقالت لي انت بتقول ايه؟ قلت لها انت مش من عادتك الهزار ده. انا خالص انا مش من النوع اللي اصلا مش من النوع اللي بيهزر كده. كنت مضرب عن الجواز، لان انا قبل كده اتجوزت مرتين، يمكن اول مره اقولها على احد البرامج يعني. اتجوزت قبل مرتين قبل كده، وعندي نغم ربنا يحفظها ما شاء الله، بنت كبيره دلوقتي يعني. ف بعد سنتين من انفصالي حسيت نفسي ان انا مش عايز اتجوز تاني. فشفتها سبحان الله، يعني حسيت انه انا يعني في حاجه هنا، هي دي اللي انا بدور عليها، والحمد لله لحد الان حاسس انه انا لسه ما اتجوزتش، عايز اتجوزها تاني وتالت ورابع. ما شاء الله. مش يعني مش عايزين نحسدكم. لا الحمد لله. طب قول لي دينا بقى، يعني محمد غير في حياتك حاجات، دينا غيرت ايه بقى في حياتك؟ عارف لما يقول لك طنجره ولقوا غطاها؟ عندنا دينا بوش كويس جدا، ذكيه جدا، سمارت، بتخاف على كل الديتيلز الصغيره فيا، يعني شكلي، ديتيلز اختيارها للاغاني، بتحاول دايما تسالني وتقول لي، مع انها ما بتدخلش في شغلي الاساسي بتاعي، بس كل ما الاقي مكان ليها يعني بقول لها ايه رايك في ده، فتلاقيها عملت سيرتش ودورت واشتغلت على الموضوع. يعني مثلا اللوك بتاعي اخر الالبوم بتاعي من ناحيه المصورين المخرجين اللي انا اشتغلت معهم فترات كبيره كان ليها دور اساسي، انه ده وده الستايلست انا لبسته، دينا كله كان شغال، كان ملبسك دينا كله.